مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير، كي العادة معكم شاف أمين في قناة النهار تي في، دائما من الساعة الثالثة للساعة الرابعة مباشرة نعملوا معكم وصفات هايلين شابين وفيهم جديد شوية. الحين نخدموا معكم سلطة مركبة بكريات اللحم المفروم تاع الدجاج اللي طيبناه، ودوك نورو لكم كيفاش نديرو باسكو لازم يبرد وساعة ما تكفيناش. دونك الحين نخدموه بالبطاطا أيضا بالقشرة تاعها اللي جوزناها في الفول وحمرناها. الوصفة الثانية راح نمرر لكم كيفاش نخدمه المرقاز في الدار بلا ما نسحقوا لي بوايو، سادير بلا ما نسحقوا المصرانة، ولا نمرر لكم كيفاش نخدموه بطريقة ما شاء الله هايلة. هذا المرقاز هذا هو طريقة ألبانية، ألبانية في العمل تاعها. احنا راح نعطوها نكهة تاعنا جزائرية كيما نحبوها حنايا، ونخدموا بها يعني في المقلاة ديريكتومون. وعندنا أيضا لاطاخت او بوم اللي راح نخدموها بلا بوم اونتيان بروفيتيو باسكو وقت التفاح وقت الانجاز، دونك نبروفيتيو. نبداو على بركه الله المقادير. باش تخدموا هاد السلطه لازم لكم رطل تاع الدجاج المفروم 100 غرام نتاع لا شابليغ الخبز المفروم، ايضا تسحقوا 3 سنينات نتاع الثوم، تسحقوا شويه معدنوس، تسحقوا شويه تاع بابريكا، زوج سنينات نتاع الثوم ايضا اللي ديروهم مع اللحم المفروم تاعنا، وديروا حبه بيض، تعقدوا بحبه بيض بيان سور، ملح وفلفل الكحل، ديروا تكونوا كويرات كيما راكم تشوفوا فيهم هكذا صغار ما يكونوش كبار بزاف، وتحطوهم تقليوهم وتخليوهم يعني في لاطونت يستناو باش يبردوا. وعندكم ايضا 5 أو 8 حبات نتاع البطاطا الصغيره لا بومبوس، تحطوها في الفرن بهذا الشكل هدايا، تحمروها مليح بعد ما تغليوها. عندكم سلطة الرومان، عندكم حبة نتاع بصل مقطعة كبيرة، عندكم حبة نتاع الطماطم مقطعهم تيدي، وعندكم أيضا لهنايا شوية لي كورنيشون اونتيي 5 حبات نتاع البيض. عندنا كاس تاع المايونيز اللي نخدموه بحبة بيض، وعندنا 3 مغارف نتاع الخل، وعندنا أيضا السماك اللي رانا حين نخدمو به الصلصة تاعنا تاع المايونيز. هذه الوصفة الأولى. الوصفة الثانية كيلو تاع اللحم المفروم، تسحقوا أيضا 3 سنينات نتاع الثوم، تسحقوا شوية نتاع الفارينة حوالي 3 ملاعق تاع الفارينة، تحتاجوا أيضا الماء غازيفي أو الفيشي، تسحقوا مغرفة نتاع البيكربونات دو سوت، حبة نتاع ولاد الدجاج أيضا، وحبة نتاع بصل مرحية بهذا الشكل يعني الي غابي. باش نخدموا الصلصة تاعها اللي هي صلصة تومية، نخدموا على شكل مايونيز لكن نزيدوا لها الفروماج ريجيم. دونك تحقوا لهنايا 4 نتاع فروماج ريجيم تصفيوه بهذا الشكل هدايا، زوج حبات نتاع ولاد الدجاج، زوج كيسان نتاع الزيت، هنا تحقوا غير الصفار و لا موطارد بيان سور، توم وايضا هاد الوسمو تاعنا او لو فروماج ريجيم تاعنا بيان سور. بور غارنير اي ديكوري عندكم تحقوا حبه بصل هكذا مقطعه بهذا الشكل، شويه خيار، شويه تاع الطماطم ايضا والمعدنوس. اول شيء نبداو به هو المايونيز، لكن قبلها راح نتحدوا لكم على هاد الوصفه الثانيه اللي هي التحليه اللي نحطوها في الفرن. دونك عندكم اون كريم باتيسيير نص ريتله، ريتلة حليب فيها نص ريتلة حليب، 3 صفار تاع البيض، 140 غرام نتاع السكر، وعندكم ايضا 30 غرام تاع المايزينا. عندكم لهنا 8 او 10 حبات نتاع التفاح، تقطعوهم على زوج وتقطعوهم اون بتي طرونش هكذا، ما تخليهم اونتيير، شغل تخليهم لاصقين مع بعضهم. وبيان سور تسحقوا لاباط بريزي اللي فيها 500 غرام نتاع فارينا، 250 غرام تاع زبده، حبه نتاع البيض، و 4 كاس تاع الماء باش طموا به بيان سور، وقرصه نتاع الملح. دونك الحاجه الاولانيه اللي نديروها قبل ما نروحوا نخدموا الصلصه تاعنا، نجبدوا لو فون دو طارت تاعنا اللي خدمناه بهذا الشكل وحطيناه يبرد بعقله. فوالا تاخذوه بهاد الكيفيه هذه، تجيبوا تقطعوا له لي بوردور تاعهم بيان سور باسكو ما نسحقوش لي بوردور. فوالا نحلوا لي بوردور بعد ما خليناه في الثلاجه يبرد مليح بعقله، نحو لي بوردور تاوعنا لان ما نحتاجوهمش. فوالا نحوهم بهذا الشكل هدايا. هنا اول شيء نديروه نروحو نجيبو لاكريم باتيسيير تاعنا، قلنا نص ريتلا تاع لاكريم باتيسيير، نحطوها بهذا الشكل، نجيبو اون كويير بيان سور. هنايا توجور ديرو دي بابي فين باش ما تربي لكمش لاكروت يعني، وتقعد
كيما حب الخاطر. تاخذوا كريمه الحلواني تاعكم بيان سور، بات نتعاودوا تباطيوها بهذا الشكل هذايا، تعاودوا تخدموها فوالا وتحطوها بهذا الكيفيه هذه فوالا، وتبداو تمشوا فيها بهذا الشكل. ما لازمش تكون كبيره بزاف يعني، ما تكونش سميكه كتير كتير فوالا، وتحطوها بهذا الشكل. فكونات با اوبليجي يعني تفاصونيوها وين دو مانيير وين تكون، باسكو ماهيش راح تكون وحدها. الله هنايا ناخذوا ان بتي كوتو ونجو نرفدو الحبيبات تاوعنا نتاع فوالا، الحبيبات نتاوعنا نتاع التفاح بهذا الشكل هذايا فوالا. نحكموهم ونحطوهم بهذا الكيفيه هذه فوالا. نزيدو ناخذوا الثانيه نحطوها بهذا الشكل باش تكون عندكم يعني اون بال طاخت فوالا. نحطوهم هكذا توجو نفتحوهم شويه، نحطوهم مع لا فيرتيكال فوالا، نحطوهم بهذا الطريقه هذه فوالا. ونجو قلت لكم توجور نحطوهم بهذا الكيفيه هذه. دونك نتوما في المنزل دائما ديروا كي تحبوا تنحوا هاد يا كي تخدموا هاد لو جور دو طارت هادوما، توجور التفاح لازم له القارص، على بالكم تحكوه بالقارص باش هكذا يعني يبقى حاكم روحه ما شاء الله. فوالا فوالا، نحكموا هكذا بالحبيبه ونحطوا بهذا الشكل هذايا فوالا. ايضا دونك نتوما تخيروا الحبيبات اللي راكم حابين يعني تخدموهم بهاد الصفه هذه. نزيدو ناخذوا حبه صغيره نسقمو هنا بيان، وناخذوا حبيبه صغيره نحطوها في هاد الجانب هذا. هنا ناخذوا شويه تاع سكر برا، تبعوا مليح فوالا. هنا درنا زياده باش نخيروا الحبيبات اللي يكونوا ملاح فوالا، نديرو لهم شويه سكر بران من الفوق. نسيو كيفاش ما نقيسوش لاكريم نتاعنا، يعني غير نصوبودري وغير الحبيبات بشويه سكر بران من الفوق باش يتكراميليزاو لنا ما شاء الله فوالا. نشعلو الفرن على 220 درجه او 200 درجه مع الاول، من بعد تقدروا تزيدوا لها شويه. نفتحوه ونحطوه بهذا الشكل هذه لاطاخت تاعنا فوالا. نحطوها بهاد الكيفيه هذه ونخلوها مده 25 الى 30 دقيقه. نروحوا دوكا مباشره نعملوا الصلصه تاعنا، نبداو بها ونحطوها دو كوتي ونروحوا نخدموا من بعد المركزات تاعنا، ولا يعني المركزات على الطريقه الالبانيه. هنا زوج حب الصفار تاع البيض، ناخذوا لهنايا شويه نتاع لا موطارد، شويه تاع الملح، ونتكلوا على ربي. نجيبوا تانيك ايضا نحتاجوا الثوم، اون بال غوز داي ولا دو غوز داي كي تكون صغيره زوج، ولا كي تكون كبيره اون بال غوز داي تكفيكم. هيا نزيدوا حبه فوالا، ونحطوها بهذا الشكل هذايا. هنا نبداو نمشيو في المايونيز تاعنا او في التوميه تاعنا فوالا. بسم الله على بركة الله، ونبداو نمشيو فيها بهذا الشكل هذا حتى تولي عندنا مايونيز يعني طالعة بشكل ممتاز. بهذا الشكل هذا تقعد تطلع فوالا. هنا سيو كيفاش ما تحبسوش، تقعد توجور يدكم تخدم حتى تكملوا الزيت تاعكم. كي طلعوها بهذا الشكل صافي دير كالي سيري، تطلع لكم مزيره. من بعد بالو فروماج ريجيم راح يتعاودوا تحطوها شويه فوالا.
فوالا تقعدوا ما تحبسوش، تقعدوا غير تباطيو فوالا وتكملوا الزيت اللي بقات لكم. فوالا كي تكملوها تقعدوا تباطيو ما تحبسوش، كي تحبسوا الزيت كتخلص لكم الزيت ما تحبسوش، يعني تقعدوا تباطيو حتى تطلع لكم بهذا الشكل هذا. كي تشوفوها طلعت سيري، شوفوا كيفاش تلصق، تشوفوها لاصقه لداخل الفوي تاعكم. تنحي الباتور تاعك وتجيب ان باتور مانيوال، دونك تخدموا بالفوي تاعكم مانيوال بهذه الطريقه هذه. لموها بيان كوم يلفو بهذا الشكل هذايا، قعدوا نضربوا فيها هكذا بهذه الصفه هذه. هنا ناخذوا شويه تاع معدنوس فوالا، او شويه تاع حشيش، سمحوا لي ناخذوا شويه تاع حشيش باش نباطيو الصلصه تاعنا بهذا الشكل. نجيبوا لهنايا الوسمو تاعنا ونحطوه بهذا الشكل، قلنا لو ياغورت ناتور ولا فوالا، ونباطيوه بهذه الصفه هذه مع الصلصه تاعنا فوالا حتى تولي عندكم هاد لا تيكستور. تبعوا مليح. هنا ناخذوا شويه تاع لو سيترون، بسم الله نحطوا فيها شويه تاع، باسكو ما لازمش تجينا تانيك عقده كيما كي تكون مايونيز، دونك هنا يلفو لا ليكيديفي، ليكيديفيوها بالسيترون فوالا، تجي ما شاء الله. دونك هنا تسحقوا حوالي ان جو دان سيترون، دونك حوالي حبه تاع القارص كي تكون فيها الماء، كيما تكونش فيها الماء ولا لو جو هذاك تقدروا تستعملوا زوج حبات نتاع القارص. تجيبوا لهنا فلفل اسود فوالا، تزيدوا لها شويه فلفل اسود وتحطوها دو كوتي ونخليوها بهذا الشكل هذايا. ضربوها مليح، نحطوها كيما راهيك هكذا، نحكموها وندخلوها لداخل الثلاجه المده اللي نكملوا نخدموا بها الوسمو تاعنا. هنا نروحوا نجيبوا الميكسور، تبعوا مليح باش تخدموا لا ميرغاز تاعكم، المرغازه بلا ما تخدموا ما تخدموها بلي بوايو ولا بالمصران اللي يتباع، يعني سواء يكون سانتيتيك سواء يكون ناتورال. دونك حنا باش نيفيتيو كاع هاد الامور هادوما، ناخذوا تبعوا مليح اللحم تاعنا مرحي. الو كي تروحوا عند البوشي دائما تقولوا يرحيه لكم دو فوا، يرحيه اون دو فوا ماذا بكم، يعني كي راح يرحيه تقول له يرحيه اون دو فوا. الو ناخذوا ايضا تانيك لهنايا سنينات نتاع التوم، ناخذوا شويه تاع الملح، هنا ناسيزوني وحنايا في الميكسور نبداو ناسيزوني فوالا، نديروا شويه ملح اللي يحب الملح، لانه راهوك رايح يعني كل شيء يتخلط مع بعضه كيما راهوك هكذا. نغلقوا عليه ونبداو نخلطوا فيهم فوالا، بسم الله فوالا، ونتكلوا على ربي. لازم لهنا اللحم يخرج يعني مرحي ما شاء الله، وتقعدوا ترحيوا فيه بهاد الكيفيه هاديه. الله ونطوال في الترافاي تاعنا. الله بسم الله. دونك هنا كي تروحوا عند البوشي فهمكم واحد الحاجه يا ناس الخير، كي تفوتوا تروحوا عند البوشي تقولوا له دائما يعطيكم 900 غرام لحم مفروم و100 غرام الشحمه تاع الكليه، لكن كليه تاع الغنمي، لكن كي يرحيها لكم يرحيها مع بعض، ما يرحيش كل حاجه وحدها، يرحي كل شيء مع بعض. ونخليوها تترحى حتى تولي يعني ما شاء الله اللحمة تاعنا تولي مرحية مليح مليح كيما يحب الخاطر. فوالا تبعوا مليح، بدات تولي لاماس تاعنا اللي رانا حابينها حنايا، تبعوا مليح فوالا ما شاء الله، وهذا هو لو روندي فينال اللي رانا نحوسوا عليه. فوالا هنا كي تبدا تشوفوا اللحم تاعكم بدا يترحى مليح ولا اوماس، تاخذوا حبه نتاع البيض بهذا الشكل وترموها معاه فوالا، وتخليوها تعقد بالحبه نتاع البيض فوالا،
من بعد زيدوا شويه تاع المعدنوس معاها بهذا الشكل هدايا. فوالا وتخلوها تخدم بيان كوم يلفو. كي تشوفوا بليك بدا لو غرا تاعها يشد لهنايا اعرفوا بليك راهيك ما شاء الله. تنحي تحلو بهذا الشكل هدايا وتروحوا بسم الله اون سباتول ونحبطوا اللحمه تاعنا بهذا الكيفيه هادية. الله شوفوا كيفاش ولات اللحمه تاعنا. الله ونحيو كاع يعني وجماء بسم الله. الله نحلوها مليح نفتحوها مليح ونحلوها بهذا الشكل هذا. الله نطلعوا اللحمة تاعنا منا نخليوها هكذا بهذا الشكل هذا. دونك لهنايا تبعوا مليح. هنا نحينا اللحمة هنا نتكلوا على ربي نخدموا باليد. دونك نحو ساعة نغسلوا يدنا ونتكلوا على الله. دونك فوالا تاخذوا لهنايا اللحم تاعكم تجيبوا تبعوا مليح الوصفه تاعنا. تجيبوا المعدنوس رانا درناه لهنا ديجا درنا الثوم تاعنا ايضا درنا الملح درنا الفلفل الكحل. ناخذوا الكمون بسم الله فوالا. ناخذوا بابريكا كنت قادر نديرو حار دونك انا ما حبيتش ندير الحار دونك خليت جو بريفيري يقعد بهذا الشكل هذا. نحو يدنا هنا تاخذوا الفيشي بسم الله تاخذوا الماء غازيفي تاخذوا حوالي فوالا ماشي بزاف حوالي كاسين من لو غازيفي وتبداو تمشيو فيها هكذا بهذا الشكل هذا. كي ديروا لو غازيفي تزيدوا البيكربونات دو سوت مغرفه تاع البيكربونات دو سوت لهنا بهذا الشكل وتبداو تخلطوا. دونك هنايا نكمل نخلط بالايدي فوالا تبعوا مليح شوفوا كيفاش ولات لا تيكستور تاعها. فوالا شوفوا كيفاش ولات اون بات اون سول بات والبيكربونات على بالكم الفا دوني بلوس دو طوندراس للوسمو تاعنا. فوالا تبداو بيدكم بهذا الشكل اللي حبي يدير غون يدير غون انا ما نديرش الغون باش نقدر نعرف لا تيكستور نتاع اللحمه نتاعي. هنايا كي تبداو تخلطوا واش ديروا تاخذوا الفارينه حوالي 3 ملاعق نتاع الفارينه بهذا الشكل هدايا وتبداو تدخلوا في الفارينه لداخل اللحمه تاعكم بهذه الطريقه هذه. فوالا حتى تولي عندكم اون بيل تيكستور بالعقل برك تدخلوا الفارينه. فوالا ما لازمش تكون تانيك الفارينه تطغى على الوسمو 3 مغارف دونك كبار وما يعادل 81 غرام نتاع الفارينه لداخل هذا الحشو تاعنا. فوالا بهذا الشكل هذايا تخدموها بهذا الشكل هذايا اللي راهوك عندنا. فوالا نزيدو نكملو الفارينه اللي عندنا ندخلوها بيان كوم يلفو مع اللحم حتى تولي عندنا اون بات اللي تكون باينه. شوفوا لا بات كيفاش تطلع. فوالا بسم الله بهذا الشكل هذايا. هنا كملت خدمت لا فيوند نتاعي نروح نغسل يدي ونعاود نولي باش نبوشيوها. تبعوني مليح مليح واش راحين نديرو. هنا ناخدو ان فير نجيبو ديريكتومون اون بوش ادوي تاعنا نحطوها بهاد الكيفيه هاديه
ونبداو نحطو لاماس تاعنا لداخل. بسم الله نحطو لاماس تاعنا لداخل لابوش ادوي. فوالا فوالا نعمروها بهذا الشكل هذايا. شوفوا كيفاش راهيك شغل تتلاصق كيما نقولوا حنايا اللي ديفوني اون بات ديريكتومون اون بات. فوالا وتحبطوا يعني تكملوا تحبطوها حتى لهذا الشكل هذايا. فوالا واللي بقات نكملوها ايضا لابوشادوي بهذا الشكل ونونطاسي ونونطاسي وتوجور يعني فو فات سومبلون دو نو با افوار لير الداخل. ما لازمش يكون عندكم الهواء الداخل كيما راهيك هكذا. فوالا بسم الله تقعدوا تعبزوا حتى يعني تطلع لهذا المستوى هذايا كيما راهيك هكذا. تاخذوها تحطوها في الثلاجه حوالي 10 او 15 دقيقه باش كلش ياخذ يعني يعاود ياخذ مع روحو لو كو اي لي سافور. فوالا نون ديبالاس لا طابل تاعنا. دركا نروحو نخدمو الصلصة تاعنا لاصوص مايونيز تاعنا اللي حين نخدموها على شكل فينيغرات باش نقدرو نخدمو لاصالاد تاعنا. سي اون سالاد لي بزاف الناس يقول لك شاف كيفاش اون سالاد بلي بولات. نعم ماه سي اون بال سالاد كومبوزي. انا ننصحكم باش تستعملوها يعني في البيوت كي تكون عندكم لا فيوند دو بولي اشي ما تستقاملكمش بزاف تسحقوا 500 غرام تاع البولي اشي والباقي يعني عندك 200 غرام او 150 غرام تاع لا شابلور. دونك تقدروا تخدموا بها عادي يعني ما تكلفلكمش بزاف. الوغ هنايا تبعوني مليح ناخذوا لا مايونيز تاعنا قلنا كاس تحطوه بهذا الشكل هذايا. فوالا نكملوا فوالا تاخذوا الثوم زوج سنينات تاع الثوم او ثلاث سنينات نتاع الثوم بهاد الكيفيه. تاخذوا سمك تحقوا لهنايا ملعقه تاع السمك. فوالا ناخذوا ايضا الخل وناخذوا لو سيترون غير بالعقل برك. ونبداو نمشيو فيها بهاد الكيفيه هذه. بسم الله فوالا شوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش تولي. دونك هنا عندنا مايونيز عاديه ناخذوا نسبه كبيره تاع المعدنوس نتلقوا فيها فوالا ونبداو نطلعوا فيها بهاد الطريقه هذه. كي تشوفوها عاودت ولات حكمت روحها تزيدوا لها شويه تاع لو سيترون. فوالا هنا جيبوا كاس باش تخدموا ايضا لا كومبوزيسيون تاعها. وانتم ناس الخير فاصل لا سالاد رومان. دونك ناخذوا لا سالاد تاعنا بهذا الشكل ونقطعوها بالايدي. تبعوا مليح نقطعوها بالايدي بهذا الشكل هذايا. يفو ايفيتي دو توشي لا سالاد تاعكم دائما بالموس باسكو راح تاكسد لكم وتكحل تمتم. دونك فو ايفيتي الموس توجو تخدموا باليد. فوالا دونك تاخذوها بهذا الشكل هذا وتحطوها بهاد الكيفيه هذه. فوالا دونك لهنايا عندكم اون بيل سالاد تحطوها بهذا الشكل هذايا شابه. تاخذوا لا بوم دو تير تحطوها ايضا بهاد الكيفيه. سي اون سالاد لا بوم دو تير هنا لازم سي الشرط تاعها انها لازم تبرد ما تخلوهاش يعني سخونه وتحطوها على الوسمو تاعكم. ناخذوا لهنا لي كورنيشون فوالا. ناخذوا البصله تاعنا بهذا الشكل هذايا فوالا. وناخذوا لو بولي تاعنا اون بولات ونحطوه بهذه الطريقه هذه على. شوفوا كيفاش طاب ما شاء الله. شوفوا كيفاش
شوفوا كيفاش طاب لا فاصون اللي طاب بها ما شاء الله. دونك تاخذوا لي بولات تاعكم، هاد الوصفه توكلكم حتى العشرة من الناس باش تكونوا على بالكم، دونك حتى العشرة من الناس. فوالا تحطوها بهذا الشكل، تجيبوا لا طوماط تاعكم الرونديل بهاد الطريقه هذه ايضا، وتاخذوا لي زو تاعكم. البيض توجور يكونوا مي مولي بهاد الشكل هدايا. فوالا تحطوا البيض تاعكم كيما تحبوا ما شاء الله. فوالا سي اون بيل سالاد كومبوزي، انا ننصحكم بها. تقدروا بهادية هي سي ان ديجا ان روبا كي كومبلي، دونك تاخذوا غير الوسمو تاعكم هاد لا سالاد وانتوما فريتوها، دونك سي ديجا ان روبا كومبلي. فوالا وديروا البيض تاعكم بهاد الشكل هدايا. فوالا حطوها دو كوتي ومن بعد اون لا سيزون. هنا نجيبو مقله، تبعوني مليح، نشعلوا لها النار، ناخذوا شويه تاع الزيت، ما تكتروش بزاف الزيت، جوست سو كيلفو تاع زيت الزيتون، اونغريسي برك الوسمو تاعكم وتحطوها بهذا الشكل هذا. بهذه الطريقه نمسحوا لو بلون دو طرافاي تاعنا باش يكون نيكال وباين. فوالا وهاد لي زانغريديون خلوهم باسكو هما اللي راهم رايحين يديروا لنا لا كومبوزيسيون تاعنا نتاع هاد الطبق تاعنا. قلت لكم هذا سي اون ميرغيز البانيز من البانيا، البانيا اللي جايه في اوروبا الشرقيه، دونك عندهم هاد النوع من الاكلات هادوما، يعني سبحان الله هايلين، حاجه خفاف يحبوهم الجزائريين بزاف بزاف. فوالا دونك لهنا واش نديرو، ناخدو اون اسيات باش نحطو فيها الحبيبات تاعنا نتاع المرقازات على الطريقه الالبانيه. دونك نجيبو لابوشادوي تاعنا اللي كنا حطينا فيها المرقاس تاعنا، بيان سور يدخل لازم ندخلو مليح، نجيبو اون كويير باش نقدرو من بعد نونطاسي ونشدو عادي. فوالا ونغلقوها بهاد الشكل هدايا. فوالا و توجور ايسيي او ماكسيموم باش نقدرو نغلقوها. دونك ناخدو نتوما تقدرو ما تعمروش بزاف بزاف، حنا سيرتو لي ضيق الوقت باش هكذا نقدرو نفيدوكم يعني مليح. دونك نغلقوها بهذا الشكل. فوالا ناخذوا مقص ونفتحوه بهذه الطريقه. هنا ناخذوا نبداو ناخذوا الوسمو تاعنا، تبعوا مليح ونبداو نخدمو في المرقازات تاعنا. فوالا هنا تجيبو موس، يعني الموس ولا المقص تاعكم، وتخدمو به عادي. دونك راني وريت لكم غير وحده برك كيفاش تشوفوها. دوك نسقم الوسمو تاعي، وقد ما تحبط قد ما نقدرو نميتريزيوها مليح. فوالا نجيبو الموس المقص لهنايا، حطوه لهنايا. فوالا نجيبو المقص تو هنا، تقدروا تكونوا في زوج في الدار ولا وتخدموا بها بهذا الشكل هذا. فوالا نعاودو توجور دخلوها بيان كوم يلفو بهذا الشكل هذا باش نقدرو نميتريزيو الوسمو تاعنا.
هذه الكيفية عادية. دونك توجور ناخذوا الوسمو تاعنا ونفتحوها نخلوها بهذا الشكل هذايا. نجيبوا لهنايا حبيبات. دونك لهنا ناخذوا اون كويير وندورو لي بودان تاوعنا بهذا الشكل هذايا. ما شاء الله فوالا، ودوروهم بهذا الكيفيه هذه. فوالا شوفوا كيفاش، ونقعدوا نخدموا هنايا. نجيب اون دوزيام باش نقدر نميتريزيها مليح. دونك نتوما توجور تخلوا لي سباس، انا يا راني شغل خدمه شويه رابيد، من نتوما حنا غير لي ضيق الوقت برك. من نتوما توجور فو ليسي ليسباس باش تقدروا تمانيبيليو لا فيوند نتاعكم. دونك من بعد كي تبدا تحبط لا فيوند يعني ما عندكمش اشكال. فوالا فوالا، وتخدموا توجور بالمقص، تحلوها وتخلوها هكذا بالحبيبات يعني، تبداو تمشيو فيها بهذا الشكل هذايا وتحطوها ديريكتومون لهنايا. فوالا تبداو تمشيوها من الكوتي الاخرين بهذا الشكل هذايا، وتحطوا حبيبات يعني حبه على حبه. فوالا توجور تقلبوا بهذا الشكل هذايا. يلا نكملوا الحبيبات تاعنا. توجور يعني مقص عندكم في عليتكم باش هكذا تقدروا تخدموا الحبيبات تاعكم آلاز، او هكذا ديريكتومون باليد تخدموها كيما حبيتوا. ليسونسيال توما بور فوتر سيكوريتي وما تحرقوش، تخدموا دائما كيما راني نقول لكم انايا. فوالا فوالا، جيبوا مقص تخدموا بهذا الكيفيه هذه. دونك جيبوا توجور لا كويير، تقلبوا لا بياس تاعكم تاع المرقاش. دونك هذاك ليفي نتاع ليفي نتاع لافارين وليفي تاع الفيشي راح يعطيها لا طوندريس ويخليها تشد ما شاء الله. فوالا نزيدو نقلبوها بهاد الجهه هادية ونخلوهم يطيبوا بعقلهم. هنا نمسحو يدنا بيان كوم الفو. ونجيبو اون بال اسيت ونبداو نميتريزيو يعني نخدمو الوسمو تاعنا. هنا ناخدو لا سلطة، تحتاجو ايضا سلطة دو كوتي، لكن قبل هذا تاخذوا لو بان تاعكم، تاخذوا خبز الدار لا تحبوا كيما حبيتوا نتوما، طيبوه يعني ولا تشريوه كيما حب خاطركم. فوالا تاخذوا هكذا بهذا الشكل هذا، نبداو نحيو فيهم. فوالا بهذا الكيفيه هذه، هادي سي المرقازات الألبانية ولا لي بودا ولا سميوهم كيما حبيتو نتوما، المهم يعني كيما نقولو حنايا مرقازات على طريقة الألبانية. فوالا نحو اسمو، نزيدو أيضا بهاد الشكل. Thank you.
ما يهمش الشكل، يعني تكون كبيره شويه صغيره شويه، المهم تكون عندكم اون بال. وتحطوهم بهاد الكيفيه هاديه. نزيدو ناخذو التلتة تاعنا ايضا، نخلوهم يطيبوا بعقلهم. ناخذوا لهنايا السلطه، فوالا حطوها دو كوتي، تبعوا مليح. السلطه دو كوتي، ناخذوا البصله ايضا نحطوها دو كوتي، ناخذوا الخيار نحطوه ايضا دو كوتي، وناخذوا الطماطم ايضا نحطوهم بهذا الشكل هذا. ناخذوا شويه ايضا موسمو، وتبداو تحطوا في لي بياس تاعكم في كل المناطق نتاع لاسيات تاعكم. فوالا غادي ندورو فيهم. دونك هنايا تاع لي بودا ما شاء الله تقدروا ديروهم اون ساندويتش تاني، كي الناس اللي يخدموا لا ساندويتشري وكذا يقدروا ايضا يخدموهم اون ساندويتش. ناخذوا لهنايا وسمو نرشوا شويه، ناخذوا ايضا باس ما شاء الله، ناخذوا شويه الصلصه تاعنا. هنا نزيدو ناخذو، تقدروا تاخذوا الصلصه تاعكم بهذا الشكل، تاخذوا اون كويار تحطوا بهذا الكيفيه هذه. شوفوا الحبيبات تاعنا كيفاش طابوا ما شاء الله. كل واحد كيفاش يحط الطهي تاعها، كاين اللي يحبها طايبه مليح، كاين اللي يحب نص طياب، كل واحد كيفاش يحب النوع تاع يعني هذا النوع من اللحوم او من المشاوي. وتقدروا كاين اللي يديروهم يعني كان تروحوا دوكا للمنطقه يعني سوريا ولا لبنان ولا تلقاهم يخدموا الكفته تاعهم يديروها في المطارق وكذا، شغل الشوا كيما نقولوا حنايا، ويمشوها. فوالا نزيدو نخدمو اللي بقات لنا. فوالا وانتوما يا ناس الخير، فاصل ونواصل في الدار مباشرة من قناة النهار تي في إلى منازلكم. ربي يحفظكم إن شاء الله. كنا خدمنا معاكم سلطة مركبة بلي بولات دو فيوند دو بولي ولا بوم دو تير أو البطاطس اللي خدمناها. شوفوا كيفاش البطاطس هكذايا مخبية شوية. فوالا بالبطاطا الـ يعني المحمره في الفرن. خدمنا معاكم ايضا المرقاز على الطريقه الالبانيه، خدمناها باش هكذا في الديار كي تحبوا تاكلوا مرقاز ولا بلا ما تشقاو تشريوا مرقاز من برا. وكاع كاين ناس اللي تخاف، كاين ناس على بلاش كيفاش، كل واحد وكيفاش مع البوشي نتاع. على كل حال كاين بوشيه ما شاء الله يخدموا ما شاء الله، خاصه البوشي تاعنا تاع حيليا نبي ربي يحفظك. وايضا خدمنا معاكم التورته تاع لابوم. دوك نتوما تخلوها راهي تفور، راكم تشوفوا كيفاش خرجت تفور. تخلوها نتوما في المنزل في الفريغو حتى ترتاح حوالي ساعه وساعه ونص باش تقدروا تقسموها وتتناولوها. ان شاء الله ما كناش قال عليكم، كل شعب فلسطين معكم قلبه رب، وربي ان شاء الله يجعل يطيح الرحمه في بلدنا فلسطين عاصمة القدس عاصمة المسلمين كلهم. ربي إن شاء الله يخفف عليكم، وربي إن شاء الله ينصركم الجهاد ثم الجهاد أو الاستشهاد في سبيل الله. ما بقى لي غير نقول لكم حاجة، ما تنسيش دعينا بالخير. تحية الجزائر، سلام.